بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بنستكمل حديثنا مع كورس الخرسانة المسلحة Reinforced Concrete Design مع المستوى الأول Reinforced Concrete Mechanics and Design. ما زلنا مع شابتر 6 المحاضرة الرابعة. يمكن في المحاضرة رقم 3 كنا بصدد ان احنا نتكلم عن ما يعرف بالتريبيوتري اريا، وقلنا ان كان لازم نمهد الموضوع، وكان في بعض المصطلحات وبعض المفاهيم اتعرضنا ليها، وهنحاول النهارده ان احنا نشوف ازاي هنحسب التريبيوتري اريا اللي هو في النهاية نصيب كل كاميرا من البلاطة. طبعا احنا هنحاول ناخد مسألة يمكن هي نفس المسألة اللي احنا حليناها قبل كده، لكن يعني هي مرسومة في السبيس في الثري دي. عندي بلان المفروض بيتكون من تو اوبزيت بيمز، كامرتين متقابلتين، وعندي اربع اعمدة، في كل ركن في عمود، وبعدين في بلاطة. وهفترض ان العرض بتاع البلاطة هو عبارة عن ايه ال، وبالتالي نص العرض هيكون ال على ايه 2. طبعا البلاطة بيكون عليها احمال، احمال ديد واحمال لايف، وفي النهاية سي ان التوتال هيبقى كيو سمول كيو كيلو نيوتن على ايه المتر المربع، لان البلاطة زي ما قلنا هي عبارة عن اريا، فالاحمال على البلاطة بتبقى اريا لودز، بيكون الوحدات عندي لكل ايه لكل متر مربع. لكن طبعا بعد كده لما بنقل الاحمال من البلاطات للكاميرات، يعني من الاريا لللاين، فالاحمال بتتحول من اريا لودز على الكاميرات للاين لودز، وبالتالي بتكون الوحدات كيلو نيوتن لايه لكل متر. انا عاوز اعرف، يعني يمكن المرة اللي فاتت انا قلت ان كل كاميرا هتشيل نص الاريا، يعني في المسألة اللي فاتت لو عندي البلاطة 4 في 6 وعندي كامرتين، فأنا وصلت في النهاية إن كل كاميرا بتشيل أريا 2 في 6 باللودز اللي موجودة فوق الإيه الأريا، لأن طبعا مسألة بسيطة. الحمل هيروح فين؟ هو أنا عندي كامرتين فقط، فبالتالي الحمل هيتوزع على 2 وفي تماثل، فبالتالي كل كاميرا هتشيل قد التانية، فبتشيل نص الايه نص المساحة. لكن احنا قلنا لو اصبح عندي في 3 كاميرات او 4 او مفيش كاميرات خالص، فازاي هنوزع الاريا اللي تمثل البلاطة على الكاميرات اللي احنا في النهاية بنمثلها بايه بمجموعة من الخطوط. فانا رسمت المسألة مرة اخرى ولكن في السبيس كده عشان تبقى واضحة. فعندي في كاميرا على عمودين، وفي الناحية التانية في كاميرا على عمودين، وبعدين انا هتخيل ان البلاطة عبارة عن مجموعة من الالواح سي الخشب مرصوصة جنب بعضيها بحيث ان هي بتعمل ايه البلاطة. واضح طبعا ان كل لوح من الالواح هيبقى مرتكز على الكاميرتين، وده شيء بديهي لان انا ما اقدرش ارص الالواح في الاتجاه التاني، لان الاتجاه التاني ما فيش فيه كاميرات، فبالتالي مش هينفع. فكان لازم الكاميرات تكون بحيث الالواح بحيث تكون مستنده على الايه على الكاميرات. وطبعا الالواح شبه بعضيها، فانا ممكن اخد لوح واحد بره وابدا اتعامل معاه، وبالتالي لو وصلت لنتيجه معينه فالنتيجه دي بتطبق على باقي ايه الالواح وكده. يعني طيب انا هتخيل ان انا هعتبر كل لوح هو عبارة عن سكندري بيم، كأنه عندي في مين بيم اللي هي الكاميرا الاساسية او هسميها جيردر لان هي مرتكزة على ايه الاعمدة. احنا يمكن قلنا قبل كده ان ممكن اسمي الكاميرا الرئيسية او المرتكزة على الاعمدة اسميها جيردر او اسميها مين، انما الكاميرات الاخرى المرتكزة على غيرها بسميها ايه سكندري بيمز. فانا هعتبر هنا في المساله ان كل لوح من الالواح اللي بتكون البلاطه هو عباره عن سكندري بيم لاسبان اللي هو ال، وليه قطاع
اللي هو التوتال ثيكنس للقطاع تي وعرض القطاع ايه بي. طبعا انا لو رسمت السيستم للوح هيبقى عبارة عن سيمبل بيم، يبقى اللوح عبارة عن سيمبل بيم لانه وان سبان سنجل سبان. وطبعا المسافة سي لو انا قلت من السنتر للسنتر فهي عبارة عن ال. وطبعا اللوح مرتكز على تو بيمز اللي هم الكاميرا اليمين والكاميرا الشمال. فطبعا البيم بالنسبة للوح هي عبارة عن ركيزة عبارة عن سبورت. طيب الأحمال فين اللي على اللوح؟ أنا عندي الحمل على البلاطة كيو اللي هو قيمته بتبقى لكل متر مربع، كيو عبارة عن كيلو نيوتن لكل متر مربع. طب لو أنا عاوز أجيب الحمل اللي على اللوح اللي أنا اعتبرته بيم ورسمته على شكل لاين، فطبعا هضطر أضرب الحمل في عرض الإيه؟ في عرض اللوح اللي هو إيه؟ البي. فلما بضرب في العرض اللي هو البي اللي هو وحدته متر، فالمتر طبعا هتروح مع التربيع تحت في المقام، وهيتبقى لي في النهاية ايه كيلو نيوتن لكل متر اللي هو المفروض اللاين لود اللي موجود على الايه على السيمبل بيم. طبعا انا بسهولة لو اعتبرت ان السبورت اللي هو كاميرا لو اعتبرته هنج فبالتالي هو هيكون لي يعني حد سكيني زي ما قلنا نايف ايدج سبورت، هو مرتكز ذو حد سكيني فمانع الحركة الرأسية ومانع الحركة الأفقية سي، وبيسمح بالروتيشن، وبالتالي بقول عليه سيمبلي سبورتد ايدج، يعني كأن اللوح مرتكز في النهاية على هنج، بالتالي الهنج بيسمح بالايه بالروتيشن. فعندي رياكشن رأسي، فانا طبعا المسألة بسيطة سيمبل بيم وعلى حمل موزع يونيفورم، فانا اقدر احسب الرياكشن اللي هو يبقى دبليو في ال على ايه 2، دبليو في ال على 2. لكن لو انا اخدت من الكاميرا سي مسافة اكس مثلا طول اكس وقلت انا عاوز احدد الطول اكس اللي عنده بيكون زيرو، قيمة الشير بتساوي زيرو، يعني كأني عاوز احدد على اللاين البوينت اوف زيرو شير، لان طبعا لما بيكون عندي لاين فانا على اللاين بيبقى في نقطة في بوينت، ففي بوينت معينة على طول الكاميرا بعد مسافة اكس هيكون عندها الشير بزيرو، وبالتالي بقول على البوينت بوينت اوف زيرو شير. طب ايه معنى بوينت اوف زيرو شير؟ ان انا لو قطعت عند البوينت ديت وبصيت للجزء اللي على الشمال هلاقي عند البوينت اوف زيرو شير سميشن الفورسز في اتجاه الرأسي يساوي صفر، وبالتالي اقدر احدد ايه قيمة الاكس، وبالتالي هلاقي قيمة الاكس بتساوي ال على 2. طب ايه معنى ان انا عند مكان عنده قيمة الشير تساوي صفر؟ معناه ان القوة اللي فوق مجموعها هيساوي رد الفعل اللي تحت، معنى كده ان القوة اللي فوق مجموعها بيساوي رد الفعل اللي جاي ايه من تحت. وكأن بمعنى تاني اقدر احدد نصيب الركيزة الشمال من طول الكاميرا بالاحمال اللي عليها، يعني الحمل هنا دبليو وقيمته ثابتة، طب قد ايه من طول الكاميرا بيروح للسبورت الشمال؟ يبقى اقف عند نقطة واخد المسافة اسميها اكس واساوي القوة اللي فوق بالقوة برد الفعل من تحت بالصفر، ده معناه ان اللي فوق يساوي اللي تحت، ده معناه ان ده نصيب الركيزة من طول الكاميرا بالأحمال الايه اللي عليه. إذن يعني ككونكلوجن لو أنا عندي كاميرا وعاوز أحسب نصيب السبورت من الأحمال اللي على الكاميرا أبحث عن ايه عن البوينت اوف ايه اوف زيرو شير. طيب عند البوينت اوف زيرو شير بلاقي في حاجة مهمة، بلاقي إن المومنت بيكون ماكسيموم، اكبر قيمة للعزم بتكون عند الايه، يعني لو انا رسمت الدياجرام بتاع العزم فبلاقي الام ماكسيمم الماكسيمم بتاع العزم بيكون عند البوينت اوف ايه اوف زيرو شير.
طيب لو انا نزلت تحت على ايه الكاميرا وقفت عند البوينت اوف زيرو شير، الاقي عندها قيمه المومنت كبيره، اكبر قيمه للمومنت، وطبعا المومنت هيعمل كومبريشن فوق وهيعمل تنشن تحت، وبالتالي الخرسانه زي ما احنا عارفين ما بتقدرش تتحمل التنشن، بتحمل كومبريشن، فبنحط في التنشن بنحط فيه حديد عشان يقاوم الايه التنشن، بنعوض الخرسانه بالحديد عشان هي مش قادره، فالحديد هو اللي بيشيل التنشن. طيب المنتصف بتاع الكاميرا هنا اللي هو بوينت زيرو شير عندها قيمه ماكسيمم للمومنت، فالمومنت هيعمل تنشن في الحديد، وبعدين هيوصل الحديد للاف ييلد، الاستريس في الحديد هيقعد يكبر مع زياده الحمل لغايه لما يوصل للاف ييلد. طبعا واحنا عارفين ان السيخ لما يوصل لليلد خلاص ما بيقدرش يشيل اكتر من الاف ييلد، لكن بيحصل له استطالة، بيحصل له انفعال، ويبدأ يستطيل ويدخل في مرحلة، المرحلة اللي بنقول عليها ايه، مرحلة البلاستيك. هو كان الاول الاستيك وبعد كده وصل لليلد بوينت، وبعدين بيدخل في مرحلة البلاستيك، وبعدين المنحنى بتلاقيه اصبح افقي، وبيحصل ظاهرة اسمها البلاستيك فلو. الاستطالة عمالة تزيد، لكن الحمل او العنصر او السيخ ما عادش قادر يشيل اكتر من الافيلد. فطبعا استطالة السيخ بتعني ان الخرسانة هتشرخ، ولما الخرسانة هتشرخ بيحصل فيه كراك، والكراك بيقوم يقسم جسم الكاميرا الى نصين، نص على اليمين ونص على الشمال، لكن كل نص لما بيتفصل بسبب الكراك بيبقى هو متماسك، هو مع نفسه متماسك، فممكن اقول عليه ان هو بمثابة ايه ريجيد ايه اليمنت وكده. وبيكون طبعا عندي في شكل للكراك او في خريطة للكراكس، فممكن ارسم بلان واحط عليه شكل الكراكنج، وده بسميه الكراكنج ايه باترن وكده. فطبعا حصل ان نتيجة ان حصل ييلدنج للسيخ في المنتصف عند الماكسيمم مومنت عند الزيرو شير، الخرسانة شرخت، الجسم بتاع الكاميرا اتقسم لتو بارتس او تو اليمنتس، اليمنت على اليمين واليمنت على الشمال، اتفصلوا عن بعض بسبب الكراك اللي في النص. وطبعا الكاميرا متثبتة على الشمال وعلى اليمين على هنج مفصل بيسمح بالدوران، واتفصلت في المنتصف، واصبح عندي في جزء ريجيد في الشمال مفصول في المنتصف بسبب الشرخ، متثبت على مفصل عند الركيزة، فهيحصل له دوران، وبالتالي المكان الارتكاز اللي هو الهنج هو بمثابة point of rotation، وكأن الجزء اللي على اليمين دوت لما اتفصل ومتثبت في مفصل على اليمين، فهيبدأ يدور حوالين الايه المفصل بالظبط زي ضلفة الباب بتكون ممسوكة في ناحية بالمفصلات وفري في الناحية التانية، والباب بيدور حوالين المفصل، مفيش حركة، لكن الحركة المتاحة بالنسبة لي بتكون هي الايه الدوران. طبعا لو انا افترضت ان كل لوح من الالواح يعني بيحتوي على سيخ واحد من الحديد، فطبعا في المنتصف الاسبان السيخ حصل له ييلدنج، بدأ يستطيل، بدأ اللوح يتكسر في المنتصف الى جزء على اليمين وجزء على الشمال، الجزء اللي على اليمين بيلف حوالين المفصل اللي هو بالنسبة للكاميرا اللي على اليمين، لان الاتصال بينهم سيمبلي عبارة عن هنج، والجزء اللي على الشمال هيلف كريجيد اليمنت حوالين المفصل الشمال اللي هو الكاميرا اللي على الشمال، وهعتبر ان التو سبورتس بمثابة ايه points of a rotation، نقط بيلف حواليها الايه الاجزاء بتاعت الكاميرا. طيب ده اللوح الاولاني. طيب اللوح الثاني هيحصل فيه نفس القصة،
برضو لو هو بيحتوي على سيخ واحد هيقوم السيخ ده يوصل لليلد وبعدين يدخل في مرحلة البلاستيك وبعدين خلاص اللوح يتكسر يشرخ وبعدين يتقسم لجزئين وكل جزء يلف حوالين المفصل، واحد بيلف حوالين المفصل اليمين والتاني حوالين المفصل الشمال، وكل مفصل هو بمثابة point of rotation، وبعدين اللوح الثالث والرابع والخامس. طيب ما انا اصبح عندي عدد من البوينتس، حصل عند كل بوينت ييلدينج. طب انا لو وصلت البوينتس ببعضها، طب ما انا في النهايه هرسم لاين، بس اللاين ده بيمر بمجموعه من البوينتس وكل بوينت حصل عندها ايه ييلدينج، فبالتالي هسمي اللاين ده هسميه ييلد ايه ييلد لاين. ايضا زي ما حصل في اللوح الواحد ان كان في بوينت اوف زيرو شير، هلاقي في اللوح الاول والثاني والثالث والرابع والخامس يبقى عندي 5 بوينتس، كل بوينت عندها زيرو شير. لو وصلت بين البوينتس وبعضيها البعض يبقى هقدر احصل على لاين اوف زيرو شير. ايضا كان عندي كل نهايه لكل لوح كان في بوينت اوف روتيشن، فيبقى عندي اكتر من بوينت وهيحصل روتيشن حوالين البوينتس كلها، فانا لو وصلت البوينتس ببعضها يبقى عندي لاين ايه او اكسس اوف روتيشن. ففي النهايه هلاقي ان اللاين اوف زيرو شير في المساله هيكون في منتصف العرض اللي هو عرض البلاطه هيتقسم اتنين، وعند اللاين اوف زيرو شير هيبقى في ماكسيمم مومنت، فبالتالي هيحصل ييلدنج وبالتالي هيبقى فيه ما يعرف بالييلد لاين، وبالتالي هيحصل الكراك، والكراك يعني هيرسم لاين كأن الخريطة بتاعت الكراكس هنا عبارة عن لاين. اللاين ده موجود في مكان الزيرو شير وموجود في المكان اللي حصل فيه ييلد اللي احنا بنقول عليه ييلد لاين، وبالتالي البلاطة هتتقسم لجزئين، جزء على الشمال جزء على اليمين. الفاصل هو الكراك في منطقة اليلدنج للحديد اللي هو في البوستيف، وكل نص من البلاطة اللي هيكون عرضه إلا على اتنين هيبدأ يدور حوالين الكاميرا، والكاميرا هتكون بمثابة ايه axis of rotation. يمكن المسألة دي لو بصينا للباب اللي تحت لقاها بالظبط يعني بتشبه الباب. في البداية الباب بيكون متركب أو متثبت على اليمين بمفصلات وعلى الشمال بمفصلات، والباب بيكون مقفول بالقفل، فبيكون الباب كأنه يعني one area، area واحدة كبيرة، لكن الباب من فوق بيكون فري ومن تحت بيكون فري. فبالظبط الباب كأنه مسألة اللي قدامنا، عندي في كاميرا على اليمين وفي كاميرا على الشمال، وفي تثبيت عن طريق مفصل، والمفصل بيسمح بالدوران فقط. الناحيتين التانيين اللي هي الفوق وتحت التوب والبوتوم مفيش تثبيت مفيش كاميرات. لما ببدأ أفتح الباب فالباب كأنه اتقسم نصين ضلفتين، ضلفة على اليمين ضلفة على الشمال، كل ضلفة بتكون ثابتة يعني كأنها ريجيد إليمنت، ويبدأ الباب والضلفة تلف حوالين محور دوران اللي هو الخط الرأسي اللي متركب فيه المفصلات للباب. وبالظبط كأن الباب هو محاكاة للمسألة اللي قدامي، وأنا في الحالة ديت اكتشفت إن نصيب كل كاميرا هو نص مساحة البلاطة، والنصيب دوت بنقول عليه ايه تريبيوتري اريا. ولو انا بحسب لكل لوح فنص الاريا بتاعت اللوح هتروح في ناحية والنص التاني هيروح في الناحية التانية، فلذلك انا مظلل نص الاريا للوح وبقول عليها ايه تريبيوتري اريا. لو كررت الكلام ده مع كل الالواح فهكتشف في النهاية ان نص البلاطة بيروح للكاميرا الشمال، نص البلاطة بيروح للكاميرا اليمين، وكل نص بنقول عليه هو نصيب كاميرا، والنصيب بنقول عليه تريبيوتري اريا. يعني نحاول نبسط الامور في مثال تاني وكده. انا عندي structural plan عبارة عن مجموعة من الاعمدة، عندي 16 عمود
وبعدين عندي مجموعة من الكاميرات اللي هي المين، او هنقول عليها جيردرز، اللي هي الكاميرات لونها تقيل شوية، وعندي مجموعة من السكندري بيمز لونها اخف شوية. ففي المسألة طبعا احنا عندنا البلاطات عبارة عن اريا وعليها لودز، واللودز اللي على البلاطه بنقول عليها اريا لودز، لكن الكاميرات احنا واضح ان احنا رسمينها في البلان بمجموعه من اللاينز، وبالتالي كل كاميرا هيكون ليها نصيب من البلاطه، او كل كاميرا المفروض ان هي تقاوم او تتحمل او تشيل جزء من الاريا لودز. وطبعا الجزء ده اللي الكاميرا بتتحمله بيكون واقع وزن ما يعرف بالتريبيوتري اريا اللي تخص البيم، ويمكن ده متوضح في المسألة بالجزء اللي هو الهاتشد المتهشر. فلو انا سي مثلا عاوز احسب نصيب الكاميرا A B C D من الاريا لودز، او عاوز احسب التريبيوتري اريا اللي تخص الكاميرا A B C D، فأنا ببدأ يعني أتحرك لفوق، يعني ده طبعا بلان، فالمفروض يبقى يعني في جانبين للكاميرا، في جانب على يمينها والجانب على الشمال، أو لو احنا بنبص البلان يبقى فوق ال A B C D وتحتي. فأنا ببدأ أمتد من ناحية لغاية اللاين اوف زيرو شير، وامتد ايضا من الناحية تانية لغاية ايه اللاين اوف زيرو شير، فتبقى المساحة اللي هي الشيدد المتظللة واقعة ما بين اللاينز اوف ايه اوف زيرو شير. وطبعا لما بتكون المسألة يعني متماثلة زي المسألة اللي قدامنا وكده، فطبعا هلاقي في البداية ان الزيرو اللاين اوف زيرو شير هيكون في نص الايه في نص الباكية اللي هي من الكاميرا للكاميرا، يعني عندي كاميرا رئيسية A B C D وكاميرا ثانوية بعديها بشوية، فهلاقي اللاين اوف زيرو شير هيجي في نص، لو العرض 12 قدم يبقى في نص ال 12 قدم، والناحية التانية برضو هيبقى نفس الكلام، فبيكون المساحة المتهشرة عرضها ايه 6 في ناحية و6 في ناحية، فيبقى ايه 12. فانا ممكن لو الباكيات كلها قد بعضها، فانا طبعا ممكن اقول ان التربيوتري اريا بتكون من السنتر لايه للسنتر، وطبعا نص العرض في ناحية ونص العرض في ناحية، فبجمع الاتنين ايه الاتنين على بعض. لكن ساعات بيبقى المشكلة عند الكاميرا اللي هي في النهاية، اللي هي عند الايه عند الايدج، لان طبعا لما بقرب من الايدج ممكن الزيرو شير ما يكونش في المنتصف، فلو عندي معلومات عن طريق المعلومات المتاحة اقدر احدد مكان الزيرو شير، وبالتالي اقدر احدد عرض التريبيوتري اريا. لكن افترض ان ما عنديش، في الحالة دي ممكن يعني اقرب الامور وافترض ان هو ايه نص العرض ايضا كنوع من التقريب وكده. الرسم اللي تحت ده يمكن ده 3 دي فيو لل يعني معبر عن المسألة. عندي طبعا في الجيردر اللي هو الكاميرا الأساسية، وعندي في كاميرات ايه ثانوية وكده. واحنا يمكن قلنا ان انا لو هسمي الكاميرا المين هسميها جيردر، فالمستوى اللي قبليها على طول بسميه ايه بيم، لكن ممكن اسمي في المسألة الجيردر اسميها مين او برايمري، واسمي الكاميرا الثانوية في الحالة ديت اسميها ايه سكندري وكده. فواضح ان الحمل طبعا بيتنقل من البلاطة وبعدين بيروح للكاميرات اللي هي ايه السكندري، بحدد انا اللاين اوف زيرو شير يمين وشمال الكاميرا، وبالتالي احدد عرض نصيب الايه كل كاميرا وكده. يعني طبعا في كاميرا على الايدج اللي احنا بنقول عليها سباندورال
او اتش بيم، وفي قطعها طبعا بيكون ال سيكشن، وبعدين في كاميرات انتيريور فبيكون قطعها عبارة عن تي سيكشن. طبعا الادج بيم او الاسباندرال بتكون يعني واخده اريا من ناحيه واحده، لان ما فيش امتداد للبلاطه في الناحيه الثانيه، وده واضح فوق. لكن الكاميرات اللي هي الانتيريور الداخليه بتكون شايله من الناحيتين، من ناحيه اليمين وشمال ايه الكاميرا. ايضا في جزء صغير كده يعني هنحاول نذكره، هنحتاجه واحنا بنستكمل حدثنا عن التريبيوتري اريا. يمكن احنا اتعلمنا في الاستراكشر ان انا بس عندي نظريات للحل وكده، وانا بستخدم اي نظريه، فبيبقى عندي في احتمال ان الانونز تبقى فورسز او الانونز تبقى ايه displacements. طبعا انا عندي في فورسز وعندي في قوه، يعني يمكن احنا ذكرنا قبل كده ان احنا عندنا في السبيس في ال 3 دي عندي 6 حركات، ثلاثة ترانسليشن اللي هم الدي اكس الدي واي الدي زد، وعندي الدوران روتيشن اللي هو ثيتا اكس ثيتا واي ثيتا زد. عندي 6 حركات، 3 ترانسليشن وثلاثة ايه روتيشن. ايضا عندي في السبيس في 3 دي 6 قوة، زي ما في 6 حركات عندي في 6 قوة، اللي هم 3 فورسز اللي هم اف اكس اف واي اف زد، وعندي 3 مومنتس 3 عزوم ام اكس وام واي وام زد. يبقى في الحاله الجنرال في السبيس في ال 3 دي عند 6 قوى، وبيقابل ال 6 قوى في 6 حركات. لكن وانا بحل المساله او على حسب النظريه بتاعت الحل، في ناس بتقول والله انا هعتبر ان الفورسز هي الانونز، يعني عندي مساله فبعد الرياكشنز اللي موجوده في المساله عندي كام رياكشن عندي كام مجهول. في واحد تاني يقول لا انا مش هبص للرياكشنز، انا عندي مساله فهرسم الديفورمد شيب وبعدين اشوف فين الديسبليسمنت المجهول وفين الديسبليسمنت المعلوم. طبعا انا لو عندي في مساله في هنج فبقول والله انا عندي الهنج الحركه الراسيه دي واي بصفر، الحركه الافقيه دي اكس بصفر، لكن الروتيشن بالنسبه لي مجهول فانا محتاج اعرفه. لو عندي رولر اصبح عندي مجهولين اللي هو الروتيشن والحركه ايه الافقيه. فإذا أنا اعتبرت إن الفورسز هي المجاهيل، فالنظريات اللي بتعتبر الفورسز هي المجاهيل بتاخد نفس المسمى فبتقال عليها إيه؟ فورس ميثود. لكن النظريات اللي بتعتبر إن الديسبليسمنتس هي المجاهيل ففي الحالة دي بنقول عليها إيه؟ على اسم النظرية إن هي ديسبليسمنت إيه؟ ميثود. طب لو أنا عندي فورسز، لو عندي فورسز افكر في ايه؟ لو عندي مجموعه من الفورسز فبفكر ان انا اعمل ايكوليبريم للفورسز، بفكر في الايكوليبريم. طبعا احنا عندنا لو شغالين في 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 مستوى في ال 2 دي، يعني مستوى الورقه او مستوى السبوره وكده مش في الفراغ، فهيبقى عندي محور اكس عندي محور واي وعندي 3 حركات اللي هم الدي اكس والدي واي والفاي زد، ويبقى عندي 3 قوى اللي هم نورمال وشير وايه ومومنت. طبعا النورمال ده هيكون اللي هو القوه في اتجاه اكس اف اكس، والشير هيكون القوه اللي هي في اتجاه واي اللي هي الاف واي، والمومنت اللي هو هيلف حوالين المحور الثالث اللي هو عمودي على المساله اللي هو مين اللي هو الايه الام زد. وبالتالي انا عندي 3 معادلات اتزان 3 static equilibrium equations اللي هم summation الفورسز في اتجاه x بصفر، summation الفورسز في اتجاه y بصفر، summation العزوم حوالين محور z بيساوي صفر. اذا عندي 3 معادلات. طب افرض في مساله كان عندي 4 reactions 4 مجاهيل، لكن انا عندي 3 معادلات، يبقى في الحاله ديت عندي مجهول زياده، عندي مجهول مش هقدر اجيبه لان انا عندي 3 معادلات فقط. فلذلك في حاله الفورسز انا ببحث الاكوليبريم وبقارن عدد المجاهيل اللي هي في المساله الرياكشنز الموجوده بال3 معادلات، اللي يزيد عن ال3 معادلات فبعتبره مجهول زياده، وبالتالي بنحسب حاجه اسمها الديجري اوف ستاتيك انديترمينسي، يعني عدد المجاهيل
اللي اكتر من الثلاث ايه، من الثلاث معادلات اللي هم سمشن القوه في اتجاه اكس واي وسمشن العزوم. ده لو انا شغال ايه اكوليبريم. لكن لو انا شغال ديسبيسمنت ونظريه اسمها ديسبيسمنت ميثود، هنا بقى ما بفكرش في الاكوليبريم، لا ده انا بفكر في حاجه تانية اسمها ايه كومباتيبيليتي. كومباتيبيليتي المعنى المصطلح معناه توافق، ويمكن الكلام ده يعني كنا زمان نسمع عنه كده بالنسبه للكمبيوتر وكده، لما يقولوا الجهاز ده متوافق مع ايه وشغال مع ايه وكده يعني. في ايه معنى كومباتيبيليتي بالنسبه للحركه؟ وطبعا مهم جدا ان انا لما اسمع فورس يبقى اتجه للايكوليبريم، لكن لما اسمع ديسبيسمنت يبقى على طول اتجه للكومباتيبيليتي. كومباتيبيليتي معناها ايه؟ معناها توافق، بس توافق بالنسبه للديسبيسمنت، بالنسبه للحركه. يعني ايه؟ لو انا عندي مثلا كاميرا كانت سيمبل، وكان في الناحيه الشمال في هنج والناحيه اليمين فيها رولر، وبعدين سي ان انا هحمل الكاميرا فيحصل ديفليكشن وكده. فالتوافق يعني ان انا لما احل المساله واخلص الحل ان عند الهنج ما يبقاش في حركه، لا حركه في اكس ولا حركه في واي، لكن يحصل روتيشن، الاقي فعلا الكيرفد ديفورمد شيب او ديفليكتد شيب اللي هو الكيرف بينحني، وبالتالي ممكن اخد مماس وبالتالي الاقي فيه روتيشن حصلت عند الايه الهنج. يبقى هنا النتائج اتفقت مع اصل المساله، وهي ان الهنج ما يتحركش في اكس ولا في واي لكن يحصل له روتيشن. ايضا لما اروح للرولر، الرولر يحصل عنده روتيشن ويحصل عنده حركه في اتجاه اكس، لكن سي مثلا انا حليت المساله ولقيت في الحل ان الرولر ده اتحرك في الاتجاه الراسي، يبقى النتائج غير متوافقه مع اصل المساله، لان اصل المساله بيقول ان الرولر يمشي افقي ما يمشيش راسي. طب مشي راسي يبقى مفيش توافق. ايضا انا متوقع ان الديفليكتد شيب او الديفورمد شيب اللي سي بيمثله الخط اللي هو الدوتد ان هو يبقى كونتينوس، يبقى مستمر، يبقى في اتصال، لانه لو هو يعني سي داله من الدرجة الثانية مثلا، دالة للكيرف يعني، فالمفروض ان الدالة متصلة. لكن ان انا لما احل المسألة الاقي ان في abrupt change في الديفورمد شيب في مكان ما، معناها ان انا فقدت الاتصال في الدالة في مكان، فده خطأ، ده مش متسق ولا متفق مع يعني الفرضيات بتاعي وكده. ايضا مع الكومباتيبيليتي، لو انا بحل بلاطات ما ينفعش مثلا بعد ما احل البلاطه الاقي فيه جاب، الاقي فيه منطقه حصل فيها جاب، حصل فيها تمزق، ولا الاقي ايضا منطقه حصل فيها ايه، حصل فيها اوفرلاب. يعني اوفرلاب بمعنى ان الاليمنت اللي تحت دخل عند اللي فوق واللي فوق راح للي تحت فحصل تداخل. لا، نو جابس نو اوفرلابس، لازم يكون في توافق بالنسبه للايه، بالنسبه للحركات وكده. يعني نحاول نكمل الموضوع ونشوف ازاي هنحسب التريبيوتري اريا. سي مثلا هنبتدي بالسوليد سلابس. طبعا السوليد سلابس يعني احنا متعودين كده وخدنا قبل كده في البلاطات ان هي ممكن تبقى وان واي وممكن تكون ايه تو واي وكده. فاحنا هنبتدي بالوان واي، وطبعا احد الصور او اشهر الصور للوان واي ان يبقى عندي فيه تو اوبوزيت بيمز، يعني انا الركائز عندي تو سايدز اونلي وهم قبل بعض يعني متقابلين. يعني في كاميرا اي بي في الناحيه الشمال، في كاميرا اي اف في الناحيه اليمين، لكن فوق في الناحيه اي مفيش كاميرا، وتحت في الناحيه بي اف ايضا مفيش كاميرات. يعني الكاميرات في ناحيتين فقط، والناحيتين دول ايه متقابلين يعني قبل بعض وكده. هنرجع بقى نفس الكلام، انا هنا في المسألة هفترض ان الكاميرا البلاطة ارتكازها على الكاميرا من النوع اللي هو السيمبلي، بيقول عليه سيمبلي سبورتد ايدج، كأن العلاقة بينهم ايه، ان في هنج، يعني في هنج ذو حد سكيني يعني يسمح بالدوران فقط
مفيش حركة رأسية ساي، مفيش حركة أفقية. أنا حطيت هنج عند الشمال وحطيت هنج على اليمين، بس الهنج ده بيكون على طول الخط، يعني العلاقة ما بين البلاطة من اي الى اف كأنها ايه، مجموعة من الهنجز كده ايه مترتبة جنب بعضيها. ايضا من الاي للبي العلاقة ما بين البلاطة وما بين الكاميرا كأنها ايه، مجموعة من الهنجز ايه مرصوصة جنب بعضيها، كأن بالظبط زي الباب كده، كأن الباب مرتكز مع الحلق من خلال عدد كتير من المفصلات محطوطة تحت بعضها كده. يمكن في الرسم فيه 3 مفصلات، لكن هنفترض ان احنا عندنا عدد بطول الخط من المفصلات، فمش هتفرق لان الباب هيلف ايضا، لكن هيبقى ممنوع ان هو يمشي في اكس او يمشي في ايه في واي. بتبقى الحركة الوحيدة المتاحة ان انا ايه يبقى فيه دوران فقط حوالين الايه الجانب من الحلق اللي فيه الايه اللي فيه المفصلات. طبعا احنا لو رجعنا بقى نفس الكلام في البداية، هلاقي ايه فين اللاين اوف زيرو شير، يبقى اللاين اوف زيرو شير هنا هيطلع في المنتصف، وطبعا عند الزيرو شير هيكون في ماكسيموم مومنت، فبالتالي الحديد هيوصل لليلد، هيبدأ الحديد يدخل في مرحلة البلاستيك، فبالتالي هيبدأ يستطيل، فالخرسانة هتشرق، فهتقسم جسم البلاطة لتو اليمنتس، جزء على الشمال وجزء على اليمين، وكل اليمنتس في حد ذاته بيبقى بالنسبة لي متماسك سليم يعني، فبعتبره كأنه ايه ريجيد اليمنت. اتفصل بالكراك في عند الخط سي دي، وبيدور حوالين اكسس اوف روتيشن اللي هو بيمر بالايه بالبيم، بالظبط زي الباب لما اتفتح، فاتقسم لضلفتين، وكل ضلفة متثبتة بمفصلات في الحلق. هنا البلاطة اتقسمت لنصين عند الخط سي دي، نص واحد ونص رقم اتنين، وكل نص اصبح متصل بالكاميرا من خلال مجموعة من الهنجز، يعني مجموعة من المفصلات، فاصبح الكاميرا كأنها محور دوران، وبالتالي البلاطة بتلف حوالين محور الدوران وكده يعني. قالوا بقى ايه جملة، بتقول ايه الجملة، ان عشان يتحقق الكومباتيبلتي، احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه كومباتيبلتي اللي هو توافق بس بالنسبة للحركة، لان الكومباتيبلتي مع حركة، لكن الاكوليبريم بيبقى مع الفورسز. عشان يحصل ان الديفورميشنز او الديفليكتد شيب يعني يبقى في توافق، فبيقولوا ان طبعا احنا الخط ده اللي هو بيحصل عليه الكراك ده بنسميه يلد لاين، بنسميه يلد لاين، لان انا قلت لو البلاطه دي فيها حديد في الاتجاه الافقي، فكل سيخ هيحصل له ييلدنج على بوينت، فانا عندي مجموعه من الاسياخ، المجموعه كل سيخ حصل في الييلدنج على بوينت، فانا في الحاله ديت لو وصلت النقط مع بعضها، فهرسم في الاخر يلد ايه يلد لاين، وطبعا المومنت هنا بيكون بوزيتيف، وبالتالي اليلدنج هيحصل للحديد الايه البوزيتيف. ايضا هيحصل الكراك في نفس المكان، كأن ده خط يلد لاين وهو كراك لاين، فبيقولوا عشان الكومباتيبلتي يتحقق المفروض ان اليلد لاين اللي قسم البليت او البلاطة لجزئين، المفروض ان انا لو مديت هذا الخط يتقابل مع تقاطع محاور الايه الدوران اللي هم الاكسس اوف روتيشن. انا عندي في المسألة هنا محورين للدوران، محور بيمر بالكاميرا اي بي ده اكسس اوف روتيشن، ومحور تاني بيمر بالكاميرا اي اف ده الاكسس التاني اوف روتيشن، بالظبط زي الباب في محور دوران بيتلف حوالي الضلفة الشمال، وفي محور دوران بيلف حوالي الضلفة اليمين. فبيقولهم عشان يبقى في كومباتيبلتي، المفروض ان انا لو مديت اليلد لاين او الكراك لاين هيتقابل مع تقاطع محاور الدوران الاكسس اوف روتيشن، فانا عندي تو اكسيز يعني عندي محورين، لكن واضح ان هم متوازيين، المحور الدوران اي اف موازي للمحور الدوران اي بي، طب هيتقابلوا فين؟
واضح ان هم طبعا الخطوط المتوازية مش هتتقابل، لكن لو افترضنا ان هي هتتقابل فهتتقابل في ايه؟ في ما لا نهاية. فانا اتخيل ان انا مشيت مسافة كبيرة الى ما لا نهاية، هي المحور الاولاني اف هيتقابل مع المحور اي بي في نقطة هتكون في منتصف المسافة بينهم، انزل بقى بايه؟ بخط دوتت كده رأسي لغاية لما ارسم او اوصل لنقطة سي. ايضا لو انا مديت المحاور من تحت من اف وبي فيتقابلوا في ما لا نهاية من تحت، وبعدين اطلع بخط من ما لا نهاية اللي هو في منتصف المسافة بينهم لغاية لما يقطع البلاطة في ايه؟ في دي، اوصل السي بالدي في الحالة ديت بارسم الايه؟ الكراك لاين او اليلد لاين او الخط اللي قسم البلاطه لتو اليمنتس، كل اليمنت بيخص كاميرا، فكأن الاليمنت رقم واحد هو نصيب الكاميرا اي بي، والاليمنت رقم اتنين هو نصيب الكاميرا اي اف، وكل جزء بنقول عليه تريبيوتري اريا. طيب انا هاخد نفس المساله تاني بالظبط، لكن هعمل تغيير. التغيير عبارة عن ايه؟ ان انا افترضت ان البلاطة مش متوصلة بقى مع الكاميرا بهنج، لا ده انا هعتبرها ايه؟ فيكسد في الايه؟ في الكاميرا، ان في فيكسيشن عند اللاين اي اف وفي فيكسيشن عند اللاين اي بي، ولذلك مكتوب ايه؟ ان السلاب ريجيدلي سبورتد. هناك كانت سيمبلي سبورتد، لما اقول ان السلاب سيمبلي سبورتد ده معناه ان الوصله يا هنج يا رولر، لكن لما اقول ان السلاب ريجيدلي سبورتد ات تو اوبوزيت سايدز، على تو اوبوزيت سايدز، في وجهين متقابلين اللي هو الوجه اي الناحيه اي اف والناحيه اي بي، فبقى في فيكسيشن. طب ايه معنى وجود فيكسيشن؟ ان وعندي بلاطه متثبته على فيكسد سبورت في اليمين وفيكسد سبورت في الشمال، ففي الحاله ديت طبعا هيبقى في عندي نيجاتيف مومنت على اليمين وبوزيتيف في النص ونيجاتيف مومنت على الشمال، يبقى عندي ثلاث عزوم، والثلاث عزوم دول القيم القصوى بتاعتهم هتكون عند الاي اف قيمه قصوى نيجاتيف، وعند السي دي في النص يعني قيمه بوزيتيف ماكسيمم، وعند الاي بي قيمه نيجاتيف ماكسيمم. اذا عندي في ثلاث اماكن عندهم قيم قصوى للعزوم. لو انا رحت للفيكسيشن وعندي العزم قيمته كبيره، فبعد شويه الحديد، بس هنا طبعا الحديد العلوي، لان طبعا انا لو عندي عزم سالب يبقى الحديد بتاعه حديد علوي والحديد السالب الاخر في اليمين في الشمال علوي، لكن العزم الموجب هيحتاج حديد ايه؟ سفلي. وطبعا الحديد العلوي لازم يدخل يمتد عشان يحقق الفيكسيشن، زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت لازم الحديد يمتد طول كافي عشان يحقق ايه؟ الفيكسيشن. فطبعا الحديد اللي في النيجاتيف عليه مومنت قيمته الماكسيمم عند اي اف، فطبعا الحديد ده بعد شوية هيدخل من مرحلة الإلاستيك ويوصل لليلد بوينت، وبعدين يدخل في مرحلة الايه؟ البلاستيك. واضح في مرحلة البلاستيك ان خلاص السيخ ما عادش قادر يشيل اكتر من قيمة الاف يلد، لكن الانفعال عمال ايه؟ يكبر يكبر يكبر، عمال الاستطالة تزيد تزيد، وبيحصل الظاهرة اللي بنقول عليها بلاستيك ايه؟ فلو، كأن في حاجة كده ماشية فيه سريان، فالاستطالة مع عدم قدرة تحمل السيخ أكتر من الإف يلد بيبدأ يحصل كراكس، يحصل كراكينج على اللاين إي إف، والكراكينج ده بيكون فوق في المكان العلوي، لأن المكان العلوي فوق هو اللي فيه تنشن وهو اللي فيه حديد، والحديد وصل لليلد وبدأ يستطيل، فالخرسانة بتشرخ، فيقوم المكان دوت بعد ما كان فيكسد يتحول كأنه إيه؟ كأنه هنج. بس الهنج ده ما كانش موجود من البداية، لا ده اتكون وبيسمى بلاستيك هنج، اتكون بسبب ان الخرسانة حصل فيها كراكس، فالقطاع بتاع الخرسانة بعد الكراكس بدأ يقل يقل لما كأن ما عادش فيه انيرشيا في المكان دوت، فبالتالي اصبح فيه امكانية للايه؟ للروتيشن، وبالتالي اصبح الخط اي اف كأنه مفصل، وبالتالي ممكن اقول عليه هو بمثابة ايه؟ اكسس
اوف روتيشن. نفس القصه تحصل عند اي بي، وهيتحول اي بي من فيكسد لبلاستيك هينج، وبالتالي هيكون امكانيه الدوران عنده اصبحت متاحه كانه مفصل. طبعا في المنتصف عندي في بوزيتيف مومنت، والبوزيتيف مومنت طبعا الحديد اللي بيمثل البوزيتيف مومنت الحديد بيكون تحت، فهيحصل برضو ييلدنج للحديد، وبالتالي هندخل في مرحلة البلاستيك، وبالتالي هيحصل استطالة، وبعدين يحصل كراك، والكراك طبعا هيبدأ يبقى يوصل ما بين الخط سي والخط دي، يبقى عندي فيه كراك لاين او ييلد ايه لاين. طبعا احنا هنا بعد ما حصل بلاستيك هنج على الخط اي اف واي بي، وتحول اي بي واي اف لاكسس اوف روتيشن. طبعا لو انا مديت الخطوط اي بي واي اف كاكسس اوف روتيشن هيتقابلوا في ما لا نهايه، وبعدين من فوق، وايضا من اف وبي هيتقابلوا تحت في ما لا نهايه. فطبعا احنا قلت عشان الكومباتيبلتي تتحقق لازم اليلد لاين او الكراك لاين يقابل تقاطع الاكسس اوف روتيشن، فطبعا لو مديت هتقابل فوق، ولو مديت هتقابل تحت، وبالتالي اقدر بالراجع او بالعكس لو انا عارف الاكسس اوف روتيشن وجبت تقاطعها فين فوق وتحت ابدا اوصل التقاطعات، فهقدر في الاخر ارسم الخط ايه الخط سي دي اللي هو يقسم لي المساله ايضا لتو بارتس، بارت واحد على الشمال وبارت اتنين على اليمين، وكل بارت اتفصل في النص عند الخط سي دي، وكل بارت بيعمل كانه ريجيد اليمنت ممسوك على مفصل على الخط اي بي، فبيلف حوالين المفصل زي بالظبط زي ما قلنا زي ضلفه الايه الباب في المثال اللي فات. لو احنا خدنا مثال تاني يمكن يعني زودنا يعني سبورت في النص، بس طبعا السبورت اللي في النص دوت خليناه مايل وكده، وعندي تو سبورتس واحد على اليمين وواحد على الشمال. يعني بسرعة بقى بنفس الفلسفة، هيبقى عندي فيه نيجاتيف مومنت عند الركيزة اليمين، وفي بوزيتيف مومنت في وسط الباكية الأولانية، وبعدين في نيجاتيف مومنت عند الركيزة الوسطانية، وبعدين بوزيتيف في نص الباكية التانية، ونيجاتيف عند الركيزه اللي على الشمال. طبعا كل الركائز اللي عندها نيجاتيف بعد شويه الحديد العلوي هيوصل لليلد، وبعدين يحصل كراكنج فوق في الطب، ويتحول العلاقه اللي كانت ريجيد او الفرض بان السلاب ريجيدلي سبورتد مع الحوائط عند او مع الكمرات او مع الثلاث كمرات هتتحول بعد شويه لايه لبلاستيك هنجز، يعني الفيكسيشن هيتحول اللي كان مانع الدوران ما عندوش روتيشن، الروتيشن عنده بصفر، هيتحول بعد كده لبلاستيك هنج، وطالما بقى هنج يبقى هيسمح بالايه الدوران كانه ايه مفصل. فهيتكون اكسس اوف روتيشن عند الحائط اللي على اليمين، واكسس اوف روتيشن عند الحائط اللي على الشمال، انما الحائط او الكاميرا اللي في النص هيتكون عندها تو اكسس اوف روتيشن، او يعني لو انا اعتبرته في خط واحد فممكن يمر خط مايل كده بالكاميرا وهو بمثابه ايه اكسس اوف روتيشن. طبعا احنا هنا بقى هنطبق الايه الكونكلوجن اللي كنا وصلنا اليه، الى ان انا بمد الاكسس اوف روتيشن او محاور الدوران كلها بمدها لغايه ما تتقابل في ايه في نقطه. فطبعا انا لو اخدت الباكيه الاولانيه فعندي محور دوران راسي ومحور دوران مايل، همدهم بس طبعا هيتقابلوا بعيد شويه، طبعا كانوا هيتقابلوا خارج الورقه، فعشان المكان مش مكفي فطبعا احنا يعني هي الخطوط مش هتبقى مكسره، لا الخطوط هتبقى عدله، لكن بسبب ان الامتداد كان هيجي بعد الورقه فاحنا كاننا عملنا قطع يعني، لكن في النهايه همد الخط الراسي والخط المايل هيتقابلوا في نقطه، اجي من النقطه ديت اخرج بخط ينصف الزاويه وامشي لغايه ما اوصل للبلاطه، يبقى ده بدايه الايه اليلد لاين او بدايه الايه الكراك. طبعا لو انا مديت نفس الخطين تحت هي واضح ان هم بيبعدوا عن بعض اصلا فمش هيتقابلوا، لكن انا بفترض ان هم هيتقابلوا في ما لا نهايه، وهاجي من ما لا نهايه عند مكان التقاطع واحرك يعني اتحرك بزاويه انصف الزاويه لغايه ما اوصل للبلاطه، فهيبقى عندي نقطه
من تحت ونقطة من فوق، اوصل بينهم، ارسم الايه اليلد لاين او الايه او الكراك لاين اللي هو بيقسم البلاطة لتو اليمنتس او لتو لمساحتين، كل واحدة بتبقى نصيب كاميرا او كل مساحة هي تريبيوتري اريا تخص كاميرا من الكاميرات. نفس الكلام بالظبط لو انا عملته مع الباكية التانية بس هي معكوسة يعني، فهتلاقي ان الخطوط بتتقابل بعد مسافة ما، خطوط او محاور الدوران في نقطة، بنصف الزاوية بأوصل للبلاطة فبرسم ايه، برسم كراك لاين بيحدد لي نصيب كل كاميرا او بيحدد التريبيوتري اريا. ده كل اللي فات ده كان عبارة عن بلاطات ايه وان واي. طيب نكمل مع البلاطات الايه التو واي. انا خدت مثال بسيط عبارة عن بلاطة مربعة فيها 4 كاميرات واربع اعمدة، وبعدين الابعاد قد بعضيها، الطول زي العرض عشان ابسط الامور وكده يعني. فانا لو حابب يعني اتخيل، حتى لو انا نسيت شوية الكلام اللي فات، لو انا عندي اربع كاميرات وعندي بلاطة مربعة، فواضح كده بديهي من التماثل ومن ان الكاميرات كلها بنفس الاسبان والكاميرات كلها يعني لها نفس الابعاد وكده، في تماثل يعني، فواضح ان كل كاميرا هتاخد الربع، كل كاميرا هتاخد ربع الايه البلاطة يعني. حتى انا لو افترضت ان البلاطة دي مثلا فطيرة مثلا وفي 4 اشخاص وكل شخص بيمثل كاميرا يعني، او وكل واحد يعني موجود في ناحية، فواضح ان هيقسموا الفطيرة 4 ارباع، كل كاميرا هتاخد ايه ربع. فانا فعلا قسمت البلاطة لاربع ايه اجزاء، في جزئين لونهم ابيض وفي جزئين لونهم ايه رمادي. فده ده اسلوب للتقسيم. لكن لو كل كاميرا، لو بصيت على كل كاميرا هتلاقيها ايه مشتركة مع الكاميرا التانية في مربع يعني، لو خدت المربع الرمادي اللي فوق هتلاقي ايه مشترك مع الكاميرا الأفقية ومشترك مع الايه الكاميرا الرأسية، ولو خدت المربع الابيض اللي تحت هتلاقيه برضو مشترك مع الكاميرا الرأسية وكاميرا تانية ايه افقية. بقى هنا هنعمل مشكلة يعني، هما كده يعني ما تخلصوش من بعض، لا كل واحد واخد ايه مشترك مع زميله في ربع ومشترك مع زميله التاني في ربع، يبقى نص الربع ونص الربع، هيوصلوا في الاخر ربع لكن لسه برضو ايه ما نفكوش عن بعضه كده. فهضطر بعد كده اجي للمربع اللي هو لونه رمادي وابدا اقسمه لايه لمثلثين. طبعا واضح عشان يتقسم مثلثين كاني بنصف الايه الزاويه اللي كانت فايل اللي هي 90 درجه، فانا بنصفها لايه ل 45 و 45، وبالتالي يبقى نصيب الكاميرا الرأسية اللي انا بشاور عليها هيبقى عباره عن نص المربع الرمادي اللي هو مثلث ونص المربع الابيض اللي هو ايه مثلث. طب ما كان ابسط بقى من الاول، بدل ما انا اقسم على مرتين، طب ما انا كنت قسمت من الاول البلاطه الاربع ارباع بس كل ربع عباره عن ايه عن مثلث. ففعلا في النهايه هكتشف ان الافضل قسمه هي ان انا اقسم البلاطه الاربع مثلثات بحيث كل كاميرا تاخد المثلث اللي قدامها، وبكده يبقى انا قسمت مره واحده، ما احتاجتش ان انا اقسم وبعدين نرجع نتخانق وبعدين نرجع نقسم تاني، يبقى مره واحده كل كاميرا هتاخد الايه المثلث المقابل ليها وكده. وطبعا ده مناسب لان كل واحده اخذت الحاجه الاقرب ليها يعني، لو ده اكل طبعا ما ينفعش طبعا واحد يمد ايده يعني عند زميله وكده يعني، يعني الانسان بياكل مما يليه وكده يعني. ففعلا كل واحد اخذ الكوم اللي قدامه او الجزء اللي قدامه بحيث ما يحصلش ايه خلاف وكده يعني. فده بديهي انها في النهايه هتتقسم لايه لاربع مثلثات وكل كاميرا هتاخد المثلث اللي قدامها وكده. طيب لو انا عاوز اطبق بقى الفلسفه اللي فاتت واشوف هقدر استفيد منها مع البلاطات التو واي ولا لا، طبعا انا عندي هنا في البلاطة عندي 4 كاميرات، واحنا قلنا لو اعتبرنا ان اتصال البلاطة بالكاميرا هو من النوع السيمبل يعني، كأن البلاطة في البداية كده عبارة عن لوح مربع
سي من الخشب او من اي حاجه، ومتربط في 4 اجناب بمفصلات، لان انا فارض ان الوصله بينهم عباره عن مفصلات، يعني simply supported edges، يعني مجموعه من الهنجز رابطه البلاطه بالكاميرا. فيبقى عندي في الحاله دهيت 4 محاور دوران في axis of rotation مع كل كاميرا، يبقى عندي 4 محاور دوران for axis of rotation. طبعا انا قلت بعمل ايه، بجيب تقاطع محاور الدوران. طب عندي 4 محاور دوران، هيتقطعوا فين؟ هيتقطعوا عند الاعمده في الاركان الـ4. بعد كده بعمل ايه، باجي من مكان تقاطع محاور الدوران ونصف الزاويه بكراك، وعند الركن الثاني انصف الزاويه بكراك، والثالث والرابع. فلو انا قمت بالمهمه دي هلاقي نفسي في النهايه فعلا بقسم البلاطه لـ4 مثلثات، وكل مثلث بيروح للكاميرا. هنا المثلث الواحد بقول عليه تريبيوتري اريا، ده نصيب الكاميرا من البلاطه عباره عن ايه، عن مثلث. فعلا لو انا قمت بالمهمه دي عملي في المعمل وكده، ففعلا بيطلع يعني الى حد ما طبعا الشكل قريب من 4 مثلثات. طيب لو البلاطة مش مربعة، لو البلاطة مش ايه، مش مربعة الشكل، مستطيلة الشكل، وكانت البلاطة مرتكزة على 4 كاميرات، وطبعا في 4 أعمدة في الأركان وكده، وأنا افترضت إن العلاقة أو الإيدجز الأربعة، الحدود الأربعة للبلاطة هي عبارة عن simply supported ايه edges. ففي الحالة دهيت كأن أنا عندي لوح، لكن اللوح ده مستطيل ومتثبت على 4 أجناب اللي هم الكاميرات من خلال إيه hinges أو مفصلات أو مرتكز ذو حد إيه سكيني، يعني إيه، يعني يسمح بالدوران فقط، إنما ممنوع الحركة في إكس وممنوع الحركة في إيه في واي. فطبعا هيبقى عندي في الحالة دي عدد المحاور الدوران أو الأكسيز أوف روتيشن 4، مع كل كاميرا في محور ايه دوران، يبقى عندي 4 محاور دوران. طبعا هيتقطعوا في 4 نقط اللي هم اركان المسألة اصلا. بعد كده من كل ركن بخرج بخط ينصف الزاوية، فكراك خارج من التقابل من التقاطع محاور الدوران ينصف الزاوية، فيبقى عندي 4 خطوط هيخرجوا من 4 اركان. ففي الحالة دي هيرسم الخطوط هترسم مثلثين، وبعدين اوصل راس المثلث مع راس المثلث، يبقى في الحالة هقدر أوصل إلى إن أنا قسمت البلاطة لـ4 أجزاء من خلال الكراكس، مثلثين وشبهين منحرفين، وكل جزء فيما بعد هو عبارة عن ريجيد إيليمنت، هو عبارة عن إيه، عن ريجيد إيليمنت بيدور حوالين محور إيه، حوالين محور دوران، اللي هو في الحالة دهيت عبارة عن الكاميرا. كأن ده كان باب عبارة عن لوح واحد، وبعدين اتقسم لـ4 ضلف، ضلفة على شكل مثلث والتانية على شكل مثلث واتنين على شكل شبه منحرف، وكل ضلفة بتلف حوالين المحور من خلال ايه المفصلات وكده. يمكن الشكل ده تحت ده عبارة عن 3D فيو لنفس المسألة. طبعا انا في الاخر خالص بيبقى عندي في خريطة للكراكس داخل الايه، داخل المسألة في خريطة للكراكس، وده اللي احنا بنسميه الكراكنج باترن، ان انا برسم الماب بتاع الكراكس اللي هي في الاخر بتقسم البلاطة لاجزاء، كل جزء بيبقى نصيب كاميرا اللي هو التريبيوتري اريا، او ده بنقول عليه اليلد لاين، لان الكراك لاين ده هو الخط اللي حصل عنده ييلدنج في الحديد عند بوينتس كتيرة، كل سيخ فيه بوينت ووصلت البوينتس فاداني في الاخر لاينز، فبقول عليها ييلد لاينز. ويمكن في نظرية يعني ممكن ان شاء الله قدام شوية نبقى نتعرض ليها لحل البلاطات، بدل ما اخد شريحة 1 متر وكده، لا انا ممكن احل البلاطات باستخدام نظرية اسمها يلد لاين ثيري. النظرية بتعتمد على ان انا برسم الكراكنج باترن، خريطة الكراكس او اليلد لاينز، وبالتالي
بقدر اكمل واقدر احسب بقى الايه المومنت البوزيتيف والنيجاتيف، وعن طريق المومنت اقدر احسب ايه الحديد وكده. ويمكن اللي قدامنا ده مثال يعني ممكن بواسطة اليلد لاين ثيري اقدر للمسألة ارسم الكراكينج باترن او اليلد لاينز، واقدر احل الايه المسألة. المسألة اللي قدامنا يعني بلان بقى كبير. احنا يمكن كل اللي فات عمالين ناخد باكية واحدة، باكية واحدة مربعة مستطيلة، في كمرتين بس، في 4 كمرات يعني كده يعني. لكن لو انا عندي بلان بقى كبير، مسألة بقى ايه فيها باكيات مش باكية واحدة، وبعدين عاوز اعرف نصيب كل كاميرا من البلاطة، عاوز اعرف التريبيوتري اريا للباكية سي دي، عاوز اعرف التريبيوتري اريا مثلا لباكية الكاميرا اللي هي ايه بي دي. فانا خلاص انا فهمت بقى لو انا اخدت الباكية ايه بي سي دي، باجي عندي 4 كاميرات في الاركان، فبتخيل ان انا عندي 4 محاور دوران بيتقابلوا في 4 نقط اللي هما الاي والبي والسي والدي. طبعا باجي من كل تقاطع واخرج انصف الزاويه، الزاويه 90، فلما بنصف الزاويه الزاويه هتبقى 45 و45، وبالتالي الخطوط اللي هي خارجه من منتصف الزوايا من عند نقط التقاطع هترسم لي في الاخر ايه مثلثين وشبهين ايه منحرفين، واروح للباكيه اللي بعديها والباكيه اللي بعديها والباكيه اللي بعديها، فهلاقي ان نصيب الكاميرا سي دي هو عباره عن مثلثين جاي لها من كل باكيه مثلث، ونصيب الكاميرا بي دي هو عباره عن شبهين منحرفين جاي لها من كل باكيه ايه شبه ايه منحرف. ويمكن ده واضح في الرسم ان الاريا 3 هتروح للكاميرا 3، والتريبيوتري اريا اللي هي المثلث 2 هيروح للكاميرا 2، و1 هيروح لواحد، و4 هيروح لواحد. وطبعا زي ما قلت برضو في البداية كل الشغل ده على اساس ان البلاطة عليها حمل موزع وقيمته يونيفورم، يعني يونيفورملي ديستريبيوتد ايه لودز وكده. ونفس الشكل هو بيوضح الكراكنج. لكن يمكن المسألة اللي فوق دي وهي أيضا استكمال للمسألة اللي احنا بنتكلم عنها، إن هنا في استمرارية في البلاطة، في استمرارية في البلاطة، يعني البلاطة مش باكية واحدة، ده البلاطة باكية وبعديها باكية وتحتيها باكية وعلى يمينها وشمالها وكده. ففي هنا في نيجاتيف مومنت، يعني هيبقى في نيجاتيف مومنت لأن البلاطة مستمرة يعني كونتينوس، ما هياش سنجل سبان، ما هياش سيمبل، فهيبقى في نيجاتيف مومنت. فاحنا طبعا قلنا لما بيكون عندي بلاطة وفي نيجاتيف مومنت على لأن البلاطة لها استمرارية من الـ4 نواحي، فطبعا عند النيجاتيف مومنت بيحصل ايه؟ بيحصل الأول ييلدنج للحديد النيجاتيف، وبعدين يحصل كراكنج، وبعدين يتكون البلاستيك هنج وتتحول الـ4 أجناب أو الـ4 ايدجز في النهاية كأنها ايه بلاطة سيمبلي سبورتد بعد ما تكون البلاستيك هنج وكده. وايضا يبقى عندي 4 محاور دوران على الاركان، وبعدين هيتقابلوا في 4 نقط ونخرج من كل نقطة نصف الزاوية فبيرسم مثلث وايه وشبه منحرف. طبعا احنا يعني يمكن هيقابلنا بعد كده او اخدنا او درسنا في الخرسانة في حاجة اسمها الوان واي سلاب، وفي حاجة تانية اسمها الوان التو واي سلاب. لكن يعني انا ارى ان احنا نسمي بدل one way slabs او two way slabs ان احنا نغير المسمى وتبقى one way and two way action، يعني نستبدل كلمة slabs باكشن. ويمكن ده ان شاء الله لو في فرصة هنبدأ نشرحه من خلال مسائل وكده يعني. ده الجزء الاول. الجزء الثاني ان في فرضية مهمة جدا وموجودة في الكود لازم تتحقق علشان الحمل يتقسم في الاخر او يروح كشبه منحرف ومثلث. في فرضية في الكود بتقول ايه؟ ان الكاميرات عشان يوصلها الاحمال في شكل مثلث او شبه منحرف، ان الكاميرات ما يحصل لهاش ديفليكشن، ما تهبطش، والكود بيقول عليها نون سينكينج بيمز. كلمة سينكينج او سينك معناها يغوص، او يعني شيء يغرق يعني. وهي هنا مش معناها ان الكاميرا
هتغوص في، لا معناها تهبط يعني، يعني كمرات لا يحدث لها هبوط، يعني نون سينكينج، بيمز يعني بيمز ما بتهبطش عشان الاحمال تتنقل ليها في صوره مثلث وايه وشبه منحرف. طيب بس ده مش هيتحقق، وعشان يتحقق لازم يكون الدبث بتاع الكاميرا كبير عشان الكاميرا يكون ليها ستيفنس، لان احنا قلنا الستيفنس بتبقى اي اي على ال في الكاميرات، فمحتاج انيرشيا، فعشان يبقى في انيرشيا لازم يكون في ديبث، لان الديبث بيبقى اس 3، احنا بنقول في المستطيل الانيرشيا بي في تي تكعيب، فانا عاوز التي يكبر عشان لما يبقى تكعيب يبقى كبير قوي، يبقى الانيرشيا كبيره، يبقى الكاميرا لما اقول ان هي لا تهبط ويبقى الحمل مثلث في المحرف يبقى فرضي مظبوط، لكن مش اي ديبث معاه امشي واقول ان الحمل مثلث مش عارف. يمكن احنا برضو لو اتيحت لنا الفرصه هنكتشف ان المثلث وشبه المنحرف ده ممكن يتغير ويتبدل لاشكال اخرى، ده فانكشن في الاستيفنس بتاعت الكاميرا الى الاستيفنس بتاعت البلاطه. يعني احنا بعد كده هنقول لازم نحسب نسبه اسمها جاما، النسبة جاما اسمها ستيفنس ريشيو، اللي هي ستيفنس الكاميرا الى ستيفنس الايه البلاطة، فعلى حسب الستيفنس بتاعت الكاميرا الى الستيفنس بتاعت البلاطة الشكل بتاع شبه المنحرف والمثلث هي ايه ممكن يتغير. فاحنا طبعا هنأجل الكلام ده قدام شوية، لكن اللي ممكن نطلع بيه ان احنا دايما نبقى يعني متأكدين ان ابعاد الكاميرات تكون كبيرة على اساس ايه، ان انا اضمن ان يبقى لها انيرشيا، وبالتالي اضمن ان الهبوط بتاعها يبقى منعدم او يبقى هبوطها قليل، وبالتالي الحمل اللي يوصلها على شكل مثلث او شبه منحرف يكون ايه قيمته إيه مظبوطه. إيه تعال بقى نروح للبلاطات اللي هي فلات، مفيش فيها كاميرات، مفيش فيها ايه كاميرات، بلاطه فلات اعمده فقط. ففي الحاله ديت الاحمال او التريبيوتري اريا، النصيب بقى هنا، ما هنا الحمل هيتنقل للعمود مباشره. احنا كنا قبل كده بنقول الحمل بيتنقل من السلاب للبيم، بس لو تفتكروا كنا ذكرنا مع البيم كده كتبنا بين قوسين اف اني، يعني لو في كاميرات، لكن لو ما فيش كاميرات يبقى الحمل هيتنقل مباشره من البلاطه للايه للعمود. طيب ما انا اطبق المبدا بتاع اللاين اوف زيرو شير، ابدا ارسم في البلاطه لاينز اوف زيرو شير، خطوط اللي عندها الايه الزيرو شير. طبعا واضح لو البلاطه متماثله والاحمال والابعاد والبلاطه في تكرار يعني بكيات كتيره، فبلاقي الزيرو شير هيكون في نص الايه في نص المسافه بين العمود والعمود، ده الزيرو شير او لاين اوف زيرو شير الراسي، وهلاقي اللاين اوف زيرو شير الافقي ايضا في نص الايه الباكيه، وبالتالي هنا هلاقي العمود الواحد بيشيل باكية ايه بيشيل باكية كاملة لانه بياخد ربع من كل باكية، فعندي اربع ارباع، ففي النهاية خالص هلاقي ايه كل عمود شايل ايه باكية كاملة. فلو انا عاوز احسب نصيب العمود من السقف اخد باكية كاملة واضرب الحمل على المتر المربع اضربه في الباكية في طول وعرض الباكية، ويبقى جبت ايه نصيب العمود في الدور اضرب في عدد الادوار، يعني ايه طريقة سريعة جدا للحساب، بس ده شرط طبعا ان الاعمده هتكون مرصوصه بانتظام والباكيات يعني الدنيا بسيطه وسهله وكده، لكن لو الاعمده مش قبل بعضيها وكده فاكيد انا هحتاج يعني افكر شويه ازاي ادي لكل عمود نصيبه من البلاطه. واضح هنا لو انا جيت كده اخدت باكيه واحده، يعني هتخيل ان انا هاخد من البلاطه الكبيره دي او اعتبر ان انا عندي باكيه واحده، مش باكيات مستمره في الاتجاهين، لا اعتبر السقف عباره عن باكيه واحده مربعه مثلا ومرتكزه على اربع اعمده. طب ما هو نفس المنطق، لو انت بصيت للشكل اللي قدامك هتلاقي لو انت اخدت باكيه واحده هتلاقي العمود الواحد شايل ربع الباكيه، وده شيء منطقي. لو انا عندي اربع اعمده وعندي بلاطه والبلاطه مفيش كاميرات والبلاطه مربعة ومرتكزة على أربع أعمدة، فواضح إن نصيب كل عمود هيكون ربع الإيه ربع البلاطة، وكل عمود هنا بقى مش هياخد مثلث، لا ده هياخد ربعه، هيبقى عبارة عن مربع صغير اللي هو المجاور ليه، لأن طبعا إحنا برضو لو بنقسم وفي أربع أشخاص والأربع أشخاص قاعدين في الأركان
فكل شخص هياخد ربع الفطيرة، الربع اللي هو ايه اللي قدامه وكده، ففعلا هتاخد ايه ربع المربع الكبير هيتقسم لاربع مربعات، كل عمود هياخد ايه الربع. طب تعال نشوف كده، لو حاولنا نطبق القواعد او الفلسفة اللي احنا اخدناها من شوية دي، البلاطة اللي هي المربعة باكية واحدة طولها قد عرضها، فواضح طبعا ان انا هنا بديهي هقسم البلاطة لاربع اجزاء، كل عمود هيشيل ربع، فطبعا اربع مربعات، اتنين رمادي واتنين ابيض، وكل عمود شايل ايه ربع. طب انا بقى عاوز اطبق المبدأ بتاع فين محاور الدوران، فين الاكسس اوف روتيشن، يعني انا قلت لو عندي محاور دوران بمدها بتتقابل في نقط، بخرج من كل نقطة ييلد لاين او كراك لاين، فبيرسم لي الكراكنج باترن، الخريطة بتاعت الكراكس، وبالتالي بقسم البلاطة لاجزاء، وكل جزء بيبقى نصيب يا عمود يا كاميرا، وبيبقى النصيب ده بقول عليه تريبيوتري اريا. هنا لو انت تخيلت ان كل عمود خلاص خد الربع، فخلاص ادي العمود اللي هو فوق ده على اليمين ادي له ربع البلاطة اللي هو لونه رمادي، وافصله بقى، لان طبعا لما بيحصل الكراكنج بيبقى البلاطة اتقسمت لاربع اجزاء، وكل جزء ريجيد في حد ذاته لحاله كده ماسك نفسه، ويبدأ يلف حوالين اللي شايله، فمين اللي شايل الربع ده؟ العمود. طب لو العمود ده شايل مربع، المربع ده اصبح ممسوك في العمود، والعمود بالنسبه له كمفصل مثلا سي، وفري في الناحيتين التانيين، فالربع ده هيلف حوالين العمود ازاي؟ هلاقي في الحاله دي بقى ما ينفعش اعمل اكسس اوف روتيشن افقي ولا راسي. المناسب هنا ان المحور بتاع الدوران هيكون مايل عشان ايه، يعني يحصل ان الربع يلف حواليه، فالربع عشان يلف حوالين العمود، ففعلا لازم يكون لو انت عملت سيمتري وخدت خط التماثل كده، قسمت المربع ده لمثلثين كأن في سيمتري حوالين العمود، يبقى فعلا محور الدوران عمودي على خط التماثل، بينتج ان محور الدوران بيكون مايل، وبالتالي بقى عندي اربع محاور دوران، لو انا وصلتهم ببعض هيتقاطعوا في اربع نقاط، لكن نقط التقاطع هيكونوا بره المساله، هخرج انصف الزاويه من كل نقطه وانزل كده يديني ايه كراك او ييلد لاين، والنقطه التانيه تدي، والنقطه التالته والنقطه الرابعه، وبالتالي فعلا لو انا طبقت القاعده ان انا عملت اربع محاور دوران، لكن محاور الدوران هنا بتكونش ماشيه مع هنا بتكون بالنسبه للعمود واخده زاويه ميل، فبالتالي اقدر ارسم الشكل. يمكن عندنا تحت في اربع امثله، نحاول بقى نطبق نفس القواعد. طبعا انا بيكون عندي كاميرات بيمر بكل كاميرا محور دوران، يبقى عندي هنا اربع محاور دوران، لكن في طبعا عمود في المنتصف هنعمل فيه ايه، هنا طبعا في اربع اعمده وفي عمود في المنتصف، هنا طبعا البلاطه ديت عباره عن اربع باكيات، وهنا بقى كلها كاميرات، فدي سهلة شوية وكده، فنحاول نشوف كده هنحل المسائل ازاي. دي برضو مسائل، مسألة عندي ثلاث 3 سبورتس يعني، وطبعا العلاقة هنا هتبقى فيكسد، يعني البلاطة فيكسد في السي دي حوائط خرسانة، ودي بلاطة وعلى شكل سداسي ومتحملة على ثلاث أجناب، وفي ثلاث أجناب فري، فطبعا هيبقى في نيجاتيف مومنت عند التقاء البلاطة بالسبورت، فطبعا واضح إن عند النيجاتيف مومنت هيحصل الحديد هيوصل لليلد ويتكون البلاستيك هينج، تكون هينج، فبالتالي بقى عندي محور دوران بيمر بكل حائط، بعد كده محاور الدوران هتتقابل مع بعضيها في ثلاث نقط، هنخرج أو ننصف الزاوية من كل نقطة تقابل، فيطلع لي في النهاية 3 يلد لاينز بيقسموا البلاطة لثلاث أجزاء، وبديهي من البداية خالص أكون عارف إن لازم البلاطة دي تتقسم لثلاث مساحات، وكل مساحة هتروح لإيه؟ لحائط، لأن هم أصلا ثلاث حوائط، فما ينفعش أقسم على أربعة، هم ثلاثة، ولا ينفع أقسم على اثنين، لازم أقسم على إيه؟ أقسم على ثلاثة، ففعلا البلاطة اتقسمت لثلاث مساحات، ونصيب كل حائط بنقول عليه التريبيوتري أريا، يبقى عندي أريا واحد وأريا اثنين وأريا ثلاثة. المسألة اللي تحت هي عبارة عن بلاطة، في كمرتين في المسألة،
والكمرتين هيبقوا ايه سيمبلي، الايدجز هتبقى سيمبلي سبورتد، وهنا في ايه، في عمودين، في عمودين، مفيش كاميرا في الناحية التانية. فطبعا انا هرسم محور دوران يمر بالعمودين، ومحور دوران يمر بكل كاميرا، وبعدين محاور الدوران هتتقسم، تتقاطع في نقط، هنخرج من كل تقاطع ننصف الزاوية، فيطلع لي في الآخر ثلاث ايه أجزاء، في جزء بيروح للكاميرا الأفقية، وجزء بيروح للكاميرا الرئيسية، وفي جزء بيروح للعمودين. طب افرض أنا كنت عاوز كل عمود ياخد نصيبه، فأكيد واضح إن أنا هقسم ايه نصيب العمودين، هقسمه بالنص، لكن أنا عاوزك تحاول تعمل المسألة بحيث ان كل عمود يطلع له ايه، يعني كأن هنقسم البلاطة على 4، عندي عمود وعمود ادا جزئين، وكاميرا وكاميرا جزئين، فعاوز 4 اجزاء، لان عندي 4 اشخاص في كل جزء من ال4 لازم ياخد ايه نصيبه، يبقى عندي ايه 1، اريا 2، اريا 3، اريا 4. نحاول يعني، دي امثلة برضو بسيطة كده، بلاطات فيها 3 كاميرات بس، ممكن البلاطة تبقى مربعة، ممكن تبقى مستطيلة، بلاطة فيها كاميرتين وعمود، بلاطة مثلثة، يعني نحاول كده نجرب، يعني نشوف هنقدر ولا يعني هتبقى الأمور صعبة ولا ايه. ده مثال تاني عبارة عن بلان كده بسيط يعني. طبعا الحرف الاي ده هو العمود، يعني افترض ان ده عمود ايا كان بقى، يعني خرسانة، حديد، اي حاجة مش فارقة، لكن ده العمود. وطبعا عندي فيه كاميرات اساسية جيردرز، يعني اللي هي مرتكزة على الاعمدة، وفي كاميرات يعني ثانوية مرتكزة على كاميرات تانية. فانا عاوز مرة يعني لو انا قلت لك احسب نصيب كل كاميرا قد ايه كتريبيوتري اريا، يعني هشر، يعني مرة هشر نصيب الكاميرات الأفقية، وبعدين امسحه، وبعدين هشر نصيب الكاميرات الرأسية، وبعدين امسحه، وبعدين هشر نصيب كل عمود. ما هو في النهاية حتى لو في كاميرات، حتى لو في كاميرات في النهاية يعني الحمل، يعني لو حتى راح لكاميرا ثانوية هيرجع يروح منها للكاميرا الأساسية اللي شايلاها، وبعدين لو الحمل راح للكاميرا الأساسية هيرجع يروح للعمود اللي شايل الكاميرا الأساسية. فأنا هحل المسألة 3 مرات. أول مرة هبدأ أهشر المساحات اللي تخص الكاميرات الثانوية أو الكاميرات الأفقية بوجه عام، وبعدين أمسح أو أعيد المسألة مرة تانية وهشر المساحات اللي تخص الكاميرات الرأسية، عشان بس ما يحصلش تداخل في الـ الألوان أو التهشير وكده، وبعدين أمسح خالص، وبعدين أرسم نصيب كل إيه كل عمود في النهاية من الأريا بتاعت الإيه البلان. لأن أنا ممكن في النهاية أقول إيه، أنا لو ممكن أحدد نصيب العمود ويبقى داخل نصيب العمود أيضا جزء من الكاميرات الرأسية والأفقية، كأني بحسب نصيب العمود بلاطة وكاميرات رأسية وكاميرات أفقية. طبعا ده عبارة عن سؤال هنحاول نبحث عن الإجابة وكده، زي ما في حاجة اسمها تريبيوتري اريا اللي هي المساحات المتهشرة في الشكل، في حاجة اسمها الانفلونس اريا. الانفلونس اريا ده دي فلسفة مختلفة شوية، هنحاول نبحث عن الموضوع وكده. فكرة الموضوع ايه، بيقول لو انا عندي كاميرا سي زي الكاميرا اللي هي انا بشاور عليها، وقمت رفعت الكاميرا دي وحدة مسافات كده سي 1 انش او 1 سنتي، رفعت الكاميرا لفوق، فمين من البلاطة هيترفع معايا لغاية فين من البلاطة هيترفع معايا لما ارفع الكاميرا 1 سنتي او 1 انش لفوق. فالمساحة اللي بتترفع معايا دي بقول عليها الانفلونس اريا، انما المساحة او التريبيوتري اريا هي عبارة عن المساحة اللي هي لونها غامق، اللي هي هتبقى من نص الباكية نص الباكية. ايضا لو عندي عمود وعاوز احسب نصيبه قد ايه كتريبيوتري اريا، هلاقيه هو الجزء اللي لونه غامق، لكن لو انا رفعت العمود لفوق، تخيلت كده ان انا رفعته لفوق 1 انش، فقد ايه من البلاطة هيترفع مع العمود، ده اللي بنقول عليه الانفلونس اريا. فانا عاوز اعرف يعني احنا خلاص عرفنا التريبيوتري
موضوع التريبيوتري اريا وبنعمله ليه وكده عشان نحسب الاحمال. طب ايه موضوع الانفلونس اريا؟ طبعا في حاجه يمكن مرت علينا قبل كده، هو ما يعرف بالانفلونس لاين. طبعا انا هنا طالما في بلاطه اكيد يبقى في انفلونس اريا، لكن الانفلونس لاين ده اكيد ده هيكون عندي لاين. لاين يعني ايه؟ يعني بيم وكده. يعني نحاول كده ايه نبحث في الموضوع ونشوف هنوصل لايه. طبعا قبل ما انهي المحاضرة، في بس يمكن كل شوية بنقول الكود المصري وكده. طبعا في حاجة اسمها كودز، والكودز هي جمع ايه؟ كود. السؤال بيقول وات از اي كود؟ يعني انا عمال اقول كود والكود المصري وكده، وفي الكود بيقول كذا. الكود ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن كتاب زي قانون مثلا او احكام. حتى هو بيقول في تعريفه ان هو كولكشن اوف لوز اوف ريجوليشنز، واحد او حد او الدولة مجمعة في كتاب مجموعة من التدابير او الاحكام او قانون مرتبط بموضوع ما. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا لو انت بتحل كاميرا مثلا وبعدين حسبت الكنات اللي في الكاميرا نتيجة الشير، فانت في الاخر خالص هترص الكنات. طيب يهمك ايه في الكنات؟ يهمك في الكنات حاجتين: المسافة ما بين الكانة والكانة اللي هي المسافة اس، ويهمك ايضا قطر الكانة. يعني انا لما باجي اكتب كده بقول 5 فاي 8 على المتر. 5 معناها المتر فيه 5، معناها المسافة بين الكانة والكانة هقسم المتر على 5 يبقى كل 20 سم، يبقى المسافة اس 20 سم، وفاي 8 معناها ان قطر الكانة 8 ايه ملي. ايضا ببقى عاوز اعرف انا القفل بتاع الكانة هيبقى فين. هل هقفل الكانة فوق ولا تحت؟ طيب القفل بتاع الكانة شكله ايه؟ طيب هل لو انا بحسب مثلا والمسافة ما بين الكانة والكانة طلعت نص متر ماشي مثلا، يعني لقيت الشير قليل وجيت تحسب الكانات فلقيت المسافة اس طالعة نص متر، مسموح ليا مثلا ان انا اعمل كل نص متر كانة؟ طيب افرض ان انا حسبت عدد الكانات وطلع قطر الكانة مثلا 3 ملي او 4 ملي، هل مسموح ليا ان انا اعمل؟ فهنا جاء دور الكود. الكود حط ريجوليشنز، حط احكام او حط ضوابط او اشتراطات او تدابير فرضها عليا، يعني كحد ادنى وكحد اقصى. ودايما في ملحوظة مهمة، الكود ساعات يقول ايه لا يقل عن كذا، وساعات أخرى يقول لا يزيد عن كذا. فأنا لو عاوز أعرف، يعني لو نسيت يعني المناسب لا يقل أم المناسب لا يزيد، فدايما بشوف إيه اللي في صالحي. طبعا أنا لو عندي مسألة وبرص كانات، إيه المناسب ليا أو اللي في صالحي؟ إن المسافة بين الكانات ما تكبرش. فالكود هنا يحط قيد على الاس ماكسيمم، على القيمة القصوى، يقول لي ايه؟ المسافة بين الكنات لا تزيد عن 20 سم مثلا، لكن ما يحطليش قيد على الايه هنا، ما يقوليش المسافة ما تقلش عن كذا. ليه؟ لانه كل ما بتزود عدد الكنات ده في صالحي، لكن المشكلة ان عدد الكنات يقل يبقى المسافة ايه تكبر، ده مش كويس. لان حتى المسافة لو كبرت في مشكلة ان ممكن يحصل كراك داخل الفراغ ما بين الكنة والكنة. يبقى انا حاطط الكنات ليه؟ عشان تقفل الكراكس. طب افرض المسافة بين الكنة والكنة كبرت يبقى الكراك ممكن يحصل وما يلاقيش كنة تقفله كده. فهنا الكود يحط قيد على الماكسيمم، يقول لي المسافة بين الكنة والكنة ما تزيدش عن كذا. طب المناسب ليا بالنسبة لقطر الكنة ان قطر الكنة يبقى كبير، ما يبقاش قطر الكنة صغير. فالكود يقول لي بقى هنا ايه؟ القطر الكانة لا يقل عن كذا، يحط قيمة للحد الأدنى لقطر الكانة، يقول القطر ما يقلش مثلا عن 6 مللي، أو ما يقلش عن إيه 8 مللي. إذا أنا ما ينفعش أي حاجة تطلع من الحسابات
احطها في الرسم. طلع من الحسابات ان انا محتاج كنات كل متر، احط كنة كل متر؟ لا، ما ينفعش، لان في اشياء اخرى انا مش واخد بالي منها، او في حاجات تانية ممكن تترتب على ان انا احط كل كنة وكان بينهم متر، فممكن يحصل اشياء اخرى انا مش واخد بالي منها. فالكود هنا حط لي ايه؟ قيود، حط لي اشتراطات، ريجوليشنز، احكام، ضوابط، اشتراطات، تدابير، بحيث ان هو دايما يلزمني بيها، بحيث ان انا ما اعملش شيء يترتب عليه ايه؟ مشكلة. طبعا الكودز ديت عشان تتعمل محتاجة ناس تعمل اختبارات في المعمل وتطلع بنتائج من الاختبارات وكده، تقول ايه الحد الادنى، ايه الحد الاقصى، محتاج ريسيرش، الناس تعمل ابحاث وكده، ويبقى فيه دايما متابعة. فعمل الكودز مش سهل، عمل الكودز ايه؟ صعب. ففي دول بتبني لنفسها كود، وفي دول اخرى بترتضي لنفسها كودات دول تانية. يعني يقول انا بدل ما اتعب نفسي واقعد اضيع وقت وابذل مجهود وتجارب وابحاث، طب ما انا اخد الكود الامريكي مثلا ويعمل له، اعمل له يعني ملائمة، اخليه ملائم للبيئة اللي انا عايش فيها. يعني لو في حاجة محتاجة تتغير، هناك الجو برد، احنا عندنا الجو حر، يعني أبدأ أعمل، يعني أخليه مناسب للبيئة، وبعدين أوفر مجهود وكده. يمكن دول الخليج يعني بتاخد كودات أخرى وكده، ويمكن احنا عندنا في مصر لنا كود اللي هو الكود المصري وكده. طبعا في كودات كتيرة هتسمع عنها، طبعا الكود المصري اللي هو الايجيبشن كود، وفي الكود اللي هو الانجليزي اللي هو البريتش ستاندرد اللي هو البي اس. وطبعا بعد الكود الانجليزي، بعد ما حصل توحد وكده، في اليورو كود، في الكود الامريكي اللي هو الاي سي اي كود، وهو اختصار امريكان كونكريت انستيتيوت، وفي الدن اللي هو الكود الالماني، وفي الكود النيوزيلندي، وفي الكود الكندي اللي هو السي اس اي اللي هو الكنديان ستاندرد اسوسيشن اللي هو الكود الكندي، وفي كودات بتكون انترناشونال. في كود مشهور اللي هو اسمه اليو بي سي اللي هو اليونيفورم بيلدينج كود، وفي كود اللي هو الانترناشونال بيلدينج كود او الاي بي سي. طبعا الكودز ديت يعني مع الوقت بيحصل فيها تعديل وتنقيح وكده، لان دي طبيعة العمل البشري. يعني انسان كل ما بيعمل شيء مع الوقت بيعمل له تطوير وكده وتنقيح، ومع الابحاث والتجارب بيحصل تعديلات وكده، فبيبقى في فيرجنز من الكودز زي مثلا كل 5 سنين. وفي لجان بتبقى وظيفتها ان هي تتابع الامور ديات وتعمل التعديلات وكده، بحيث كل فترة يطلع ايه نسخة جديدة او اصدار جديد فيه تعديلات بتواكب التطور اللي بيحصل والاحداث وكده. يعني طبعا الكودز او الكودات، في كودز للديزاين بيبقى وظيفة الكود موضوع التصميم وكده، وفي كودز للاحمال، تدخل في كودات الاحمال، تجيب احمال الرياح، احمال الزلازل، قيمة اللايف لود لو زي ما قلنا على حسب المنشأ. وفي كودات للتفاصيل الإنشائية، يعني في الكود المصري في دليل التفاصيل الإنشائية، وفي الكود المصري لحساب الأحمال والقوة في الأعمال الإنشائية وأعمال مباني. في الكود ده شابتر كامل عن الرياح، وشابتر عن الزلازل، وفي جزء بتحسب منه اللايف لودز، وفي جزء بتحسب منه كثافة المواد اللي انت بتستخدمها. في الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية، في أيضا ديزاين ايدز، مساعدات التصميم. يعني في الكود المصري عامل ملحق اسمه ديزاين ايدز اند اكزامبلز،
تشارتس وتيبلز بتستخدمها في التصميم، انتر اكشن دايجرامز وكده، وكمان حل الامثله، بيوريك ازاي تستخدم التشارتس وكده. طبعا في الكود الامريكي، والكود الامريكي يمكن بعد فتره كده غيروا في الاسم، واصبح بيلدينج كود ريكويرمنتس فور ستراكشرال كونكريت، ويمكن ده كان 2008 الصوره يعني، لكن احنا دلوقتي في 2014 يعني. طبعا انا بس يمكن بلفت نظركم ان في العنوان كلمه ستراكشرال كونكريت، فانا بسال سؤال بقول وات از يعني ايه ستراكشرال كونكريت وكده، يعني نحاول برضو نبحث ونشوف ايه معنى ستراكشرال ايه كونكريت. بكده يعني نكون انهينا المحاضرة رقم 4 في شابتر 6، وان شاء الله باقي محاضرة دي المحاضرة رقم 5 عشان نكمل شابتر 6 ان شاء الله، وبعد كده ندخل في شابتر 7 اللي هو عن الأعمدة. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.